انطلق من جديد من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، عبر هذه الانطلاقات التي تأتي من ضمن انطلاقة مهرجان الأمير الوالد. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى. شوطنا العاشر خصص للجعدان لسن الحقائق، مسافتنا 4 كيلومتر. جازت الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بيكب في الانتظار للفائز بالمركز الأول. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، من يحتل الصدارة يعلن هذا الحضور مع البداية والمقدمة. المقدمة مرموق، هزاع بن مصبح بن سرحان بن سعيد الكعبي من يقدم لنا مرموق وهو محتل الصدارة. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني، الواصل لراهي محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري من يقدم لنا راهي، ولكن من يغير الأمور مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول راهي بالفعل. محمد بن سهيل بن خير الأعفار يغير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. المركز الثاني يلي مباشرة مشاهدين الكرام، ينطلق بهذا المسار معالي لسعيد بن سالم بن سعيد بن دربش العامري من يقدم لنا هذا الشعار والاسم مع المركز الثاني. ثالث المراكز وصل في هذه اللحظات وانطلق مهيض، عاطف بن عطية بن حسن ألف جيري القرشي من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثالث. رابع المراكز من الجانب الآخر مشاهدين الكرام، ينطلق ويتقدم بهذا المسار راهي محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري. المركز الخامس من الجانب الاخر مشاهدينا الكرام، من بدا يغير مباشره الى المركز الرابع، ولكن من يصل في هذه اللحظات وينطلق اللي هو الحسيني حسين بن محمد بن مانع العجمي. هكذا النداء للمراكز المتقدمه، اذعنا كاملا مكمل هذا الشوط. نعود مع البدايه، نعود مع المقدمه والصداره، 4 من القعدان في موقع واحد على الصداره والرياده والقياده بهذا المسار. الانطلاق مشاهدينا الكرام والمقدمة ما زال راهي يسيطر في مقدمة الشوط لمحمد بن سهيل بن خير الأعفاري، ولكن من بدأ يصل ويتقدم مثير، وصل مثير أول إذا على مثير، من ينطلق إلى مقدمة الشوط علي بن محمد بن حمد القبعان المري من يقدم لنا مثير مع البداية. المركز الثاني من الجانب الآخر، يا سلام من يتسلل هنا، ينطلق صوغان راشد بن محمد بن سعيد المري، يا سلام من يقدم لنا صوغان، غير مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. المركز الثاني يأتي معالي سعيد بن سالم بن سعيد بن دربش العامري. المركز الثالث المنطلق والمتقدم هنا مثير علي بن محمد بن حمد القبعان المري من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وقدوم هنا جديد مشاهدينا الكرام، انطلاق في هذه اللحظات يتقدم يصل غازي مبارك بن سعيد بالأقبع الخيارين من يقدم لنا هذا الاسم لغازي، أول إذاعة لغازي يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس الواصل راهي محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري. هكذا مشاهدينا الكرام النداء للمرة الثانية، نعود للبداية، نعود مع المقدمة مع الصدارة مع المركز الأول، مع لافتة الكيلو والميتين متر التي تفصلنا عن الناموس وعن الزعفران وعن التهاني وعن السلامات. أين تتجه في هذا الشوط المقدمة والصدارة؟ المسار الأول، الانطلاق الأول، من يسيطر مع مقدمة الشوط هنا المنطلق بهذا المسار مع البداية مع المقدمة؟ صوغان، صوغان مع البداية، صوغان مع المركز الأول. راشد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري من يقدم لنا هذا الاسم، ولكن بن دربش من يغير الامور يقدم لنا هذا الاسم لمعالي، يا سلام باحث عن العلا والناموس، باحث عن الانتصار. سعيد بن سالم بن سعيد بن دربش العامري مع المركز الثاني. المركز الثالث اللي وصل في هذه اللحظات، انطلق مشاهدينا الكرام اول اذاعه المكلف فهد بن محمد بن خلفان بن علي المهيري، وصل في هذه اللحظات. ومن الجانب الاخر الواصل المنطلق في هذه اللحظات ياتي شاهين سليم بن علي العويسي، ولكن نعود مع الرقص، نعود
العود مع الإبداع مع التحدي مع المتعة والإثارة. صوغان والخمسمائة متر الأخيرة التي تفصلنا عن السيارة. معالي صوغان، معالي معالي صوغان، لمن الفوز لمن الناموس. بندربش هنا من يقدم معالي، الواصل من المنطلق من وصل شباب أول إذا علي شباب محمد بن راشد بن نايع بن راشد الغفلي مع المركز الثالث، ولكن غادر بندربش انطلق للناموس، انطلق للسيارة، للزعفران، للفوز، للانتصار. ما شاء الله وتبارك الله، التهنية، الناموس، الفوز لمالك معالي سعيد بن سالم بن سعيد بن دربش العامري. سلام يا العامري، سلام سلام بن دربش، سلام سلام يا الطوية، سلام. مشكور يا ابو حياب. المركز الثاني من وصل مشاهدي الكرام في المركز الثاني. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام اللي هو صوغان لراشد بن محمد بن سعيد المري. المركز الثالث كان من نصيب اللي هو شباب محمد بن راشد الغفلي. المركز الرابع 28 اصبح من نصيب مشاهدينا الكرام مهيض او شاهين سليم بن علي العويسي. المركز الخامس كان من نصيب حشيم عبد الله بن علي بن عبيد بن علي شامسي. هكذا مشاهدينا الكرام الفوز والانتصار ذهب مباشره للابداع الى مالك معالي. تهانينا والناموس على هذا الفوز لمالك سعيد بن سالم بن سعيد بن دربش العامري. 6 دقائق التوقيت الزمني 14 ثانيه 7 من الاجزاء. تهانينا والناموس لمالك معالي سعيد بن سالم بن سعيد بن دربش العامري. المركز الثاني كان من نصيب صوغان راشد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري. قطع المسافه زمن وقدره 6 دقائق 15 ثانيه مشاهدينا الكرام و6 من الاجزاء. تهانينا والناموس. اما المركز الثالث كان من نصيب مشاهدينا الكرام شباب محمد بن راشد بن نائع بن راشد الغفلي. تهانينا والناموس. قطع المسافه زمن وقدره 6 دقائق 15 ثانيه مشاهدينا الكرام و8 من الاجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع هذه الاشواط. احيل الكلمه للزميل ياسر العطوي. بسم الله الرحمن الرحيم.